الحضارات على أعلى مستوى، فتم اختياري لهذا الوفد رفيع المستوى من المملكة الأردنية الشقيقة. فعندما يعني دعوني لإلقاء هذه المحاضرة قلت طيب أنا هعمل مطابقة بين الحضارتين في أثرين، هم عندهم في الأردن أثر اسمه البتراء، ومدينة البتراء هذه يطلق عليها المدينة الوردية. المدينة الوردية لأن هي منحوتة في صخر حجر رملي أحمر وردي، فأطلق عليها المدينة The Rose City، المدينة الوردية. نعم. وأيضا قارنتها وطبقتها مع معبد أبو أو معبدي بقى أبو سنبل عندنا في الجنوب الجميل 280 كيلو جنوب أسوان. ليه؟ الاثنين منحوتين في الصخر، والاثنين محتاجين أداء لعمال على أعلى مستوى، وخصوصا أن أبو سنبل عندنا لو كان في ضربة شاكوش واحدة غلط من عامل لكان تم هجران كل الجبل والذهاب إلى جبل آخر لنحت معبد من أول وجديد. متخيلين؟ هتقولي ليه يا بسام؟ ما ممكن يصلحها. هقول لك يصلح ايه بقى وانت عندك تعامد ونفاذ أشعة الشمس مرتين في السنة. نعم. أبو سنبل وبنحتفل بيه عندكم في فبراير وفي أكتوبر، 22 فبراير 22 أكتوبر. نعم. فلو في حجر منهم في المعبد ده كان مكسور غلط أو مضروب غلط أو منحوت غلط، أشعة الشمس وهي داخلة من البوابة الرئيسية للمعبد وبتمشي 60 متر جوه المعبد لحد لما بتنير الثلاث تماثيل من أربعة اللي جوه قدس الأقداس، الشمس هتنكسر، الإشعة دي هتنكسر. نعم. مش هتمشي مستقيمة. فبالتالي مش هتعمل الإنارة المطلوبة الفلكية العبقرية. بالنسبة للبتراء، البتراء يا جماعة واحدة من عجائب الدنيا السبع الحديثة. احنا عندنا عجائب الدنيا السبع القديمة، ستة منهم للأسف الشديد اتكسروا. ما عادش فاضل غير الأهرامات. الله ينور عليك، الله ينور عليك، أحسنتي. نعم. وكان في مصر تم اختيار اثنين، يعني زمان أيام اليونان اختاروا اثنين، اختاروا الأهرامات واختاروا فنار الإسكندرية. نعم. لأن أنا هفاجئك وأقول لكم إن فنار الإسكندرية بارتفاعه 120 متر لهو أطول من الفنار في اليابان اللي 109 متر. فتخيلي اليابان بتكنولوجيتها عملت فنار 109 متر ارتفاع وإحنا فنارنا 120 متر اللي اتبنى يعني منذ مئات ومئات ومئات السنين. الجميل بقى في الأمر أنا زرت البتراء مرتين في شغلي كمرشد سياحي، زرتها مرتين وانبهرت يا جماعة بيها كيف تنحت، كيف اليد العربية تنحت مدينة. أنا لا أتكلم عن معبد ولا أتكلم عن مقبرة ولا أتكلم عن عمود، أنا بتكلم عن مدينة ببيوتها بخزانتها بمقابرها بمسرحها، المسرح الروماني الشهير اللي هو الشكل الروماني ده، بالأعمدة بالطرق بالدروب بل بحفر ممرات ومجاري للمياه تعلم العالم. يعني البتراء علمت العالم كيف تصنع شبكة مجاري مياه صافية للشرب والري داخل الجبل، ودي أنا شفت الممرات المائية المنحوتة دي شفتها يعني بعناية وأنا ماشي في وسط الجبل. نعم. فهو الحقيقة بعد هذه المماثلة بين الحضارتين، وبعدين في بقى نقطة تانية في سيناء يا جماعة، في شبه جزيرة سيناء المصرية العظيمة اللي استردها جنودنا وشهدائنا العظماء. الحقيقة أنا عايز أقولك على حاجة حصلت مهمة جدا في سيناء. في سيناء في حوالي 1500 قبل الميلاد، يعني من 3000 سنة ونص تقريبا، الإنجليز كانوا بيبحثوا في أوائل القرن العشرين ليكتشفوا شيء عجيب جدا، ليكتشفوا أن هناك كتابات منحوتة تشبه المخربشات على الصخور، يعني مش في معابد ولا مثلا مقابر ولا بتاع، لا على الصخر كده. وهذه المخربشات وهذه النحوتات والنقوش اللي على الصخور في سيناء لم تكن كلها هيروغليفية. فالمهم ذكروها، طلعوا 23 رمز. هم ما يعرفوش الايه دي، ايه اللغة دي، ايه الكتابة دي. فاكتشفوا ان نصها تقريبا هيروغليفي، طب والنص الثاني
النص التاني مش معروف، مجهول بالنسبة لهم. قعدوا يذاكروا فيها يذاكروا فيها يذاكروا فيها لحد لما اكتشفوا ان دي كتابة اطلقوا عليها البروتو سينياتيك سكريبت، الكتابة السينائية المبكرة. ايه بقى الاختراع ده؟ ده اختراع اخترعوا العمال اللي كانوا بيشتغلوا في مناجم النحاس في سيناء، لان سيناء كانت التعدين المصري القديم، كانت فرق التعدين، كان الملك بيبعت فرق تعدين وعمال تعدين وبعثات تعدينية علشان يطلعوا النحاس ويطلعوا حجر التركواز اللي هو الفيروز، عشان كده احنا سميناها ارض الفيروز. نعم. سمينا سيناء ارض الفيروز. فالعمال دول ما كانوش عمال مصريين بس، كان بيجتمع عمال من الشام وعمال من كنعان، كنعان اللي هي جزء كبير منها دلوقتي اللي هي فلسطين، وطبعا فوقها لبنان الفينيقية وسوريا والأردن وكل هذه الأماكن وشبه الجزيرة العربية، كل دول اجتمعوا في مكان واحد. طيب العمال دول هيتفهموا ازاي مع بعض؟ كل واحد فيهم عنده لغته، فقرروا ان هم يخترعوا، بصوا الجمال يا جماعة، عامل معادن وعامل محاجر وعامل يعمل في ظروف قاسية مش سهلة. علشان كده تمدي الملك كان بيقدر في مصر القديمة، كان بيقدر جدا البعثات التعدينية، لدرجة ان مفيش بعثة تعدينية كانت بتروح وادي الحمامات بين قفط وقصير، تروح سيناء، تروح ايا من هذه الاماكن علشان تستخرج الذهب والنحاس والتركواز وغيره، الا ومعاها فيالق من الجيش المصري القديم. متخيلين؟ علشان حماية هذا المعدن وهذا الرجل المحاجر، لأنه كان مهم جدا. فلقهم إن هم اخترعوا لغة، ودي من ضمن الكلام اللي قلتها للوفد الرفيع المستوى، والحقيقة هم انبهروا جدا من فكرة إن إزاي مجموعة من اللي بعد كده نستطيع أن نقول عليهم عرب، لأن احنا عندنا الأنباط، الأنباط النبطيين دول، دول الأردنيين، دول العباقرة بقى اللي عملهم اللي نحتهم في الصخر وعملوا مجاري المياه وحاجات زي كده. فازاي العرب اجتمعوا ما بين شبه الجزيره العربيه والاردن وكنعان فلسطين ومصر في سيناء، يعملوا بكد وبكفاح وبنضال علشان يشتغلوا الشغل الكويس بتاعهم والكفاءه العاليه، ثم يخترعوا كتابه لكي يتفاهموا بينهم وبين بعضهم البعض من هذه الكتابات السينائيه المبكره. اخيرا بقى هقول لكم على معلومة كده في دقيقة عجيبة جدا ومؤثرة جدا، ويجب علينا جميعا هذه الحقيقة العلمية المثبوتة في الغرب قبل ما تبقى مثبوتة عندنا، عشان ما يتقالش بس يعني متحيز لحضارتنا، لا ده انا هقول لكم دي مثبوتة في الغرب قبل ما نحن نثبتها، يعني الأجانب هم اللي ثبتوها في الأول. نعم. هي فكرة ايه؟ لهم ان الكتابات السينائية المبكرة أثرت في الكتابات الفينيقية، الفينيقية اللي هي شبه لبنان دلوقتي، لبنان الشقيقة. كويس؟ واحنا نعلم علم اليقين ان الفينيقية اثرت في اليونانية. طيب واليونانية اثرت في ايه؟ اليونانية اثرت كانت في اللاتينية. يعني بمعنى اصح كده وبمنتهى البساطة كده بدون دخول في تعقيدات، الذي علم اوروبا الكتابة كانت الكتابات السينائية المبكرة. الجملة دي لوحديها لو اتكتبت على مدخل المطار للسائحين رايحين أو مروحين لكفى بأن احنا نصدر للعالم هذه الجملة الصحيحة الذي قال بها أو التي قال بها الغرب قبلنا. بالضبط. نعم. يعني خلاصة القول إن هذه الأشياء أو هذه الدلالات اللي حضرتك ذكرتها بتؤكد إن الحضارة المصرية هي حضارة ذكية استطاعت أن تؤثر وتتأثر وتندمج وتنصهر في الآخرين. يعني أستاذ بسام دايما حضرتك بتختار لنا حاجات يعني لم نتطرق إليها من قبل، أنا بشكر وجودك جدا معنا أستاذ بسام. شكرا لكم وشكرا لتكريمكم ليا، وبشكر كل المستمعين المهتمين، وبشكر مصر
يعني الواحد بيقول الحمد لله ان هو مصري. الحمد لله. وعايز اقول جملة اخيرة في 30 ثانية. انا وانا شاب مرشد سياحي ومحاضر عرض علي في الثلاثينات من عمري، عرض علي الباسبور البريطاني بمنتهى الجمال، يعني في ناس جميلة حبتني وحبت بسام الحمد لله، فعرضوا علي الباسبور البريطاني لكي اقطن في بريطانيا عشان اعيش في بريطانيا. ناس جمال وبيحبوك بيقولك احنا عايزين نكرمك. فالحقيقة قلت لهم شكرا، ويعني مع كل احترامنا طبعا لكل الممالك، كن فخورا بمصريا. شكرا ليك استاذ بسام الشمال. شكرا فندم.